عاجل، قرار جمهوري من الرئيس السيسي عاجل منذ قليل ويعلنه التلفزيون المصري. وعاجل الآن الموت يفجع الفنانة فيفي عبده، ننشر التفاصيل. وعاجل عالم مصري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ويتحدث عن مصدر رزق كبير لمصر. وتحذير عاجل للمصريين من الحكومة المصرية لا تنخدعوا. وفي خبر عاجل تفاصيل تعيين الرئيس السيسي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية، ننشر التفاصيل. وعاجل تفاصيل إغلاق مطعم سوري شهير في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا. وعاجل قرار جمهوري من الرئيس السيسي منذ قليل ويعلنه بشكل رسمي. والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية مهمة جدا بفصل 3 معاونين بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وشمل القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بفصل أحمد حسن الجريدلي ومعاون النيابة بالنيابة العامة، وفصل عمر ياسر أحمد مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة، وفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عملهم بغير الطريق التأديبي. ولم يذكر القرار سبب فصل معاوني النيابة العامة المصرية من منصبهم بقرار رئاسي، واكتفى القرار فقط بذكر أسمائهم. والمصدر معنا كان من أخبار اليوم، يعني الرئيس السيسي لم يذكر في هذا القرار أو هذا البيان أسباب فصل معاوني النيابة العامة. 3 وكلاء نيابة تم فصلهم بقرار من الرئيس السيسي والسبب غير معلوم. أكيد من وجهة نظري هذا كان عقابا يعني لهم مما ارتكبوه، أكيد مخالفة للقانون، أكيد على ما فعلوه من مخالفة للقانون. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويعني في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، محاربة الفساد ده شيء أساسي بتتجه ليه الدولة المصرية، عشان يعني من أهم الأسباب اللي تخلي مصر تتقدم هي محاربة الفساد. انتقل مع بعض الخبر آخر. وفي خبر عاجل تفاصيل تعيين الرئيس السيسي أول قبطيا رئيسا للمحكمة الدستورية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يؤدي فهمي الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات، حسبما أفادت صحيفة الشروق المصرية. وجاء في نص قرار الجمهوري رقم 51 لسنة 22 تعيين المستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير. ويأتي هذا التغيير المفاجئ بسبب تعرض الرئيس الحالي للمحكمة المستشار سعيد مرعي عمرو لأزمة صحية منعته من مباشرة مهامه الوظيفية. الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا يحمل الرقم 50 لسنة 22 بإحالة عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن 70 كمدة خدمة استثنائية. المصدر معنا كان من بعض الوكالات. وهذا كان يعني قرارا هاما آخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضاء والنيابة العامة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا يعني لأول مرة في مصر يعين قطيا لرئاسة المحكمة الدستورية بدرجة وزير. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل عالم مصري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ويتحدث عن مصدر رزق كبير لمصر.
كشف مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن العالم المصري فاروق الباز حقيقة كل الشائعات المنتشرة حول احتمال غرق محافظة الإسكندرية. أوضح خلال حواره كان داخل يعني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر الجديدة الذي يبث على قناة إي تي سي أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية ولكن لا صحة لغرقها كما يتردد. وكشف فاروق الباز أن الطاقة الشمسية مصدر رزق كبير لمصر. أضاف أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية. مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن العالم الكبير فاروق الباز شدد على أن في 10,500,000 فدان غرب النيل صالحة للحياة. المصدر معانا كان من صدى البلد المصرية وطبعا من أهم الحاجات اللي ربنا يعني مديها ونعم ربنا كتيرة اللي مديها لمصر وهي يعني الشمس مهمة جدا لتوليد الكهرباء وطبعا يعني احنا عاملين مشروعات كبيرة جدا في توليد الكهرباء فده يعني شيء مهم وخير طبعا كبير لمصر وبنصدر كمان كهرباء لدول الجوار. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن العالم المصري باختصار فاروق الباز يعني بيقول لك إن مستوى البحر عالي في الإسكندرية ولكن لا أساس لصحة غرق الإسكندرية، هذا الأمر عاري تماما من الصحة. والحاجة الثانية إن مصر عندها رزق وخير كبير جدا من عند ربنا ألا وهو الشمس نقدر نولد منها كهرباء بطاقة كبيرة جدا ونصدر كمان. وهذا كان تعليق العالم المصري الكبير فاروق الباز. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحذير عاجل للمصريين من الحكومة لا تنخدعوا. حذرت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم المواطنين وطلبتهم بألا ينخدعوا بارتفاع درجات الحرارة. وقالت إن درجات الحرارة سجلت على القاهرة 20 درجة مئوية وستكون غدا 22 درجة مئوية فوق الصفر في حين أنها تصل على محافظة جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية. وضحت أنه بالرغم من ذلك فإن فصل الشتاء والتقلبات الجوية لا تزال مستمرة فلا تنخدعوا بهذا الارتفاع. أضافت يجب ألا ننخدع في درجات الحرارة هذه الأيام لأن فصل الصيف لن يبدأ قبل شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الطقس في منتصف شهور الشتاء وأن هناك تغيرات جوية قادمة وستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة مجددا وتساقط أمطار ورياحا وغيرها من الظواهر في هذا الفصل قبل أن ندخل فصل الربيع. أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة حاليا طفيف ومؤقت وبداية من اليوم الأربعاء ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض إلى 16 و17 درجة خلال ساعات النهار على أن تصبح شديدة البرودة خلال ساعات الليل. لهذا يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية وعدم التخفيف في الملابس عند الخروج من المنزل خاصة في ساعات الليل. وأكدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن في عدد من المحافظات في جنوب البلاد بتشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية حيث سجلت محافظة جنوب الصعيد ما بين 25 و26 درجة في حين أن محافظة شمال الصعيد سجلت ما بين 20 و21 درجة مئوية وأن السواحل الشمالية ستسجل بين 21 و22 درجة مئوية. وأشارت إلى أن هذا يرجع إلى أن الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر حاليا تكون نسبة الرطوبة بها منخفضة وهذا ما يزيد من الإحساس بوجود اختلاف في درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار. المصدر معانا كان من الوطن باختصار شديد يعني منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بتحذر المواطنين ما تنخدعوش بيعني بحالة الطقس في الوقت الحالي. يعني درجات الحرارة ارتفعت والآن يعني بتنزل فنخلي بالنا جدا وما نخففش الملابس، ده شيء مهم جدا للحفاظ على صحتنا. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن الموت يفجع الفنانة فيفي عبده
وتوفيت هدى عبده شقيقة الفنانة المصرية فيفي عبده الكبرى بعد دخولها المستشفى لأيام بسبب صراعها مع المرض. على حسابها في انستجرام أعلنت فيفي عبده عن وفاة شقيقتها في منشور كتبت فيه: إن لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده، رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالدعاء لها بالرحمة والفيفي بالصبر والسلوان. وتعتبر هدى عبده الشقيقة الثانية التي تفقدها النجمة فيفي عبده بعدما فقدت شقيقتها الأخرى سعاد في نوفمبر عام 2019. ونشير إلى أن آخر ظهور للفنانة فيفي عبده للجمهور كان من خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين بصحبة عدد كبير من نجوم الفن. المصدر معانا كان من RT والإعلام المصري، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. البقاء لله في شقيقة الفنانة فيفي عبده، إن شاء الله ربنا يصبرها. وننتقل مع بعض لخبر آخر في منتهى الأهمية وعاجل: تفاصيل إغلاق مطعم سوري شهير في مصر. وقام حي شرق مدينة نصر في مصر بغلق وتشميع مطعم أبو العز السوري الشهير لإدارته دون ترخيص. تأتي تلك الحملات التي تقوم بشنها الأحياء بمحافظة القاهرة في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة. كما تم إغلاق وتشميع مطعم بيتزا السلطان من قبل حي شرق مدينة نصر أيضا لإدارته دون ترخيص. وحدد قانون المحال العام الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. ونص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شغل المحال تجاريا دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل: بيتزا السلطان ومطعم أبو العز السوري تم إغلاقهم وتشميعهم بسبب إدارة هذه المحالة التجارية بدون ترخيص. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير وسريع معانا: وفي مفاوضات حاليا بشأن شحنة برتقال مصرية محجوزة في موانئ روسيا. وناقشت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع السفير الروسي في القاهرة بوريوسينكو مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصرية في موانئ روسية. أوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن الوزيرة جامع ناقشت مع السفير الروسي آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك باحتجاز شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري في العاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة. وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنويا. لفت إلى أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول. من جانبه أوضح السفير الروسي أن السفارة الروسية في القاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات حجز شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. مصدر معنا كان من سبوتنياك، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.